السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم في فيديو جديد ديال اليوم اللي غادي نشوف فيه مع بعضياتنا طريقه عمل هذا الدرس. هذا الدرس سهل وانيق، تيجي زوين في الجلابه وكذلك في القفطان، فكنتمنى ان ينال الاعجاب ديالكم. وحتى الطريقه ديالو يعني سهله، وفي نفس الوقت المنظر ديالو زوين. المهم هنا خدمت بالحرير العادي على 3 ديال الشعرات، ورقم البرا هو 6. طبيعة الحال بالنسبة لي يعني رأيي الشخصي كنفضل نخدم بالحرير المبروم ديال الطرز الرباطي، واللي وليت مؤخرا كنخدم به الراندا وكذلك الكروشي، حيت هاد الحرير مرة كيصدق ومرة ما كيصدقش، يعني اغلب المرات كتلقاي النوعية ديالو خايبة وكيتشنتف. هذاك الشيء علاش كنفضل نخدم بالحرير المبروم، دائما كتجي الخدمه ديالو زوينه ونقيه، يعني ما كيتشنتف ما حتى شي حاجه. المهم دابا بدينا يعني هاد المثلث هذا، فكنخدم هنا الغرزه الاولى، وغادي نمشي لهاد الراس وندير الغرزه الثانيه. من بعد كتخلي الخيط لفوق وغادا ترجعي تخدمي الغرزه الاولى بهذا الشكل، وكذلك غنمشيو لهاد الغريزه هذه وغادي نخدموا الغرزه الثانيه. الان ما غاديش تخدمي على الثوب، غادي تعاودي ترجعي تطلعي. بغينا الهرم تكون فيه فقط جوج ديال الغرزات. طبيعة الحال بامكانكم تكبروا وديروا فيه 3 الغرزات، اللي بغات فيه 3 ترجع تهبط للثوب وتزيد غرزه ثالثه، ومن بعد تكمل عادي بنفس الطريقه. المهم دابا خدمت الاولى والثانيه، ودابا غادي نخلي الخيط الفوق ونرجع نهبط هذه الغرزه الاولى وهذه الثانيه. هنا لاحظوا معايا مزيان باش تقدروا تعرفوا امتى غادي تهبطوا للثوب. هنا كتحسبوا 1 2 3 4، فاش كتكملي 4 ديال الغرازي كتحاولي انك تهبطي بشكل مثلث بهالطريقه هذه، يعني كتخلي واحد الفراغ. الفراغ اللي كيبقى خاصو يكون كافي لجوج ديال الغرزات. المهم الان كتهبطي الخيط لتحت وكترجعي لهنا لهاد الخيط هذا، وغادي نخدموا عليه الغرزه الاولى، ومن بعد غادي نخدم كذلك على هذاك الخيط غادي تخدمي الغرزه الثانيه. الان كتهبطي الخيط لتحت وتمشي لهاد البديه اللي كنا بديناها، وكتخدمي الغرزه الثالثه، وغادي نجيو لهاد الراس ونخدمو الغرزه الرابعه بهذا الشكل. من بعد كنخليو الخيط الفوق وغادي نعاود نهبط 1 2 3 و4، 4 ديال الغرازي. دابا غادي تخلي الخيط الفوق وغتمشي للثوب وتخدمي هاد الغرزه هادي. الان دابا غادي نخدمو 5 ديال الغرازي، حيت تزادت يعني عندنا وحده هنا، 1 2 3 4 و5. 5 هي اخر غرزة كتكون في هذا الراس هذا. ودابا غادي نعاود نرجع نهبط بنفس العدد، لاحظوا معايا مزيان، 1 2 3 4 و5.
فهذه هي الاخرى. المهم دابا غادي نخدم على الثوب، لاحظوا معايا مزيان. اللي بغات تخدم هذا الدرس هذا دير الحبكه هي الاولى كقاعده وتخدم فوق منها الدرس، فراه تجي الحبكه زوينه بزاف، ممكن تخدموه يعني على الحبكه. المهم هنا كنخدم جوج غرزات على الثوب وكنرجع في هاد الغرزه هذه وكنعاود دابا نعاود نرجع فيها. لاحظوا معايا مزيان هذه الغرزه الاولى، ودابا كتخدمي على الثوب بهذا الشكل وغادي نكمل عادي جدا. كتبقاي غاده بهذوك جوج ديال الغرازي، كتبقاي غاده حتى تكملي العدد اللي بغيتي. من بعد غادي ناخذ خيط جديد وغادي ترجعي لاول غرزه خدمتيها وتثبتي فيها الخيط. هنا حاولوا تنتبهوا معايا مزيان، كتخلي الخيط الفوق وكترجعي اسفل هذا الفراغ وكتخدمي غرزه. هنا بزاف كيخدموا الحبكه، فممكن تخدمي الحبكه ولكن من الافضل ديري الغرزه. علاش؟ لان غادي نخدموا عليها الدرس ديال الواحد، فالغرزه كتكون ثابته اكثر من الحبكه. المهم دابا غادي نرجع فيها في هاد اسفل هاد الخيط هذا وغادي تلوي فقط جوج ديال اللويات كيكونوا كافيين، بلا ما تخدموا على ثلاثه ديروا غير جوج. المهم دابا غادي تخلي الخيط بهذا الشكل وغادي ترجعي هنا وديري واحد الغريزه. هنا بطبيعه الحال عندكم حريه الاختيار، اللي بغات دير الدرس ديال الواحد بالغرزه كيف ما خدمت دابا ممكن، اللي ما عجبتهاش الغرزه تقدر دير الدرس ديال الواحد بالحبكه، فحتى الحبكه كتجي زوينه. يعني انا يعني ما طاحش ليا الفكره على بالي في الاول، كنت نخدم معاكم كل درس في شكل، الدرس الاول نديرو بالغرزه والدرس الثاني نخدمو معاكم بالحبكه باش تقدروا تقارنوا ما بيناتهم وتختاروا يعني اينا وحده اللي حسن. ولكن نتوما خدموها يعني راسكم، ديروا الغرزه وديروا الحبكه واختاروا ما بيناتهم. فهنا كنغلف هاد المثلث، كنغلفوه بالغرزه كيف ما قلت لكم بهذا الشكل. هنا حاولوا انكم دائما تجروا هذوك الدريسات، هبطوهم لتحت باش تلقاو فين تخدموا الدروسه اللي غادي تخدموهم جديد. مهم هنا الدرس ديال الواحد هو هذا، فغادي نرجع وندير هنا غرزه بهذا الشكل. من بعد غادي نرجع نغلف مره واحده اخرى هذا المثلث هذا بهذا الشكل. خدمنا هذه الغرزه هذه ديال التغليفه، ومن بعد غادي لاحظوا معايا مزيان هبط الخيط لتحت ورجع في هذا المكان واللوي جوج ديال اللويات تجروا البره مزيان. طبيعه الحال اليد كتجر واليد كتدفع، ومن بعد كتعاودي ترجعي ديري غرزه. هنا فين قلت لكم الا ما عجباتكمش الغرزه ديروا الحبكه، الدرس ديال الواحد بالحبكه كيجي رائع جدا، فحاولوا انكم تجربوه. ويعني اللي جرباتو تقدروا انكم تصيفطوا لي تصاور في الانستغرام وغادي نبارطاجيهم يعني مع الناس اللي مابوني ويشوفوا، ما ربما يعني تشوفوا شي وحده ويعجبها وتبغي يعني دير. مهم هنا كيف ما كتلاحظوا معايا خدمت خمسة تغليفات، وبطبيعه الحال في الراس ديال كل تغليفه كنديروا الدرس ديال الواحد سواء بالغرزه او بالحبكه يعني اللي يعجبكم. اهم حاجه هنا تركزوا معاها وهي هذا الراس ديال المثلث، حاولوا انكم ما تلفوش يعني ما تعمروش عليه التغليفه، ضروري خاصكم تخليوه يبقى باين باش تقدروا انكم تشدوا فيه الغرزه الاولى. ودابا ترجعوا تهبطوا عادي، غنهبطوا غير بالغرازي. اللي بغات تهبط بالدرس ديال الواحد ممكن يعني نقدروا نبدلو شويه في الدرس، فتقدروا تهبطوا بالدرس ديال الواحد حتى لتحت ديروا خمسة ديال الدروسه كيف ما درنا على اليمين، فغادي يجي شكل مزيان. او تقدروا ديروا غير ربعه ويبقى هذاك الخامس. دابا فاش كتهبطوا هاد الهبطه هادي حاولوا تركزوا معايا مزيان، غادي نخليو هاد الغرزه هادي الاولى اللي كتكون محسوبه على الدرس الاول وكنمشيو للغرزه الثانيه اللي بدينا بها الدرس الثاني، هي اللي كنثبتوا فيها الخيط. الان غادي نرجع نخدم نفس الطريقه اللي خدمت في الاول، كنغلف
هاد الهرم او هاد المثلث هذا، فكنغلفو بالغرزة وكنرجع فيه بهاد جوج لويات. المهم الدرس ديال الواحد عادي جدا كالعادة، فغادي نتكملو بهاد الطريقة هادي. ممكن نتمنى ان هاد الدرس ينال الاعجاب ديالكم، الشكل ديالو انيق ورائع جدا صراحة. كنت عندي يعني دابا يعني شي بياسة كنت غادي نخدمها بهاد الدرس هذا ونوري لكم الشكل في الكم ولا في القب مثلا كيفاش غادي يجي. فهنا خدمت غير هاد العدد قليل ولكن المنظر ديالو زوين. شكرا لكم كاملين، شكرا الدعم ديالكم والتعاليق ديالكم زوينين.